ضمن سلسلة فعاليات الاتحاد عملنا نشاط اللي هو يوم طبي مجاني في جامعة خضوري. هاي الأيام الطبية بنعملها لهدفين، الهدف الأول اللي هو إشراك الطلاب اللي عندنا طلاب الطب في الحياة الاجتماعية، فبصير عندهم خبرة مسبقة لما يوصلوا المستشفيات بكون عندهم فكرة مسبقة كيف يتعامل مع المرضى، كيف يتعامل مع الناس. الهدف الثاني اللي هو خدمة المجتمع، فإحنا هون حققنا الهدفين هذول. في عندنا زوايا مختلفة مثل زاوية فحص السكر، زاوية فحص ضغط الدم، نوع الدم، في عندنا عيادة أسنان، في عندنا زاوية علاج طبيعي وزاوية فحص النظر. فإحنا بنتوجه بالشكر الجزيل للطلاب اللي شاركوا لمجلس جامعة خضوري، نتوجه بالشكر للمؤسسات دعمتنا، شركات خاصة، نتوجه بالشكر لمختبرات ميديكير وجمعية الهلال الأحمر على دعمهم لنا في نجاح هذا اليوم الطبي، وإن شاء الله يكون يوم طبي موفق وجميل، ونسعى لتحقيق الأهداف اللي بناها ونستمر في الفعاليات ضمن السلسلة اللي نعملها إن شاء الله. في مجلس اتحاد طلب حق الشباب الطلابي في جامعة خضوري عندنا سلسلة فعاليات، من ضمن هذه الفعاليات اللي بيهتم بجانب الصحة كان عندنا الشهر الماضي، كون الشهر الماضي هو شهر سرطان الثدي كان عندنا ندوة عن سرطان الثدي وعملنا فحص للصبايا ويعني يوم طبي برضو مجاني. طبعا احنا عندنا هذا الشهر اللي هو شهر مرض السكري، فاحنا عاملين يوم طبي مجاني بالتعاون مع جامعة أبو ديس، مشكورين اللي يعني قبلوا دعوتنا واجوا عندنا عشان يقدموا لنا هذا اليوم الطبي الرائع. طبعا هذا اليوم الطبي في عدة فحوصات من ضمنها الضغط السكري الدم، احنا مركزين على السكري لانه هذا الشهر شهر مرض السكري. طبعا بتمنى انه يكون كل طلبة جامعتنا شافيين، نتمنى لهم برضو الشفاء اذا في حدا منهم مصاب، واحنا بنشكر برضو أبو ديس مره ثانيه على تلبيه دعوتنا وعلى وجودهم في جامعه خضوره.